أولا أنا أعتبر أن من قام بعملية الطارمية من الإبراك الأمني ومن قام بتهجير أهالي قرية أبو خنازير في أبو صيدة في ديالى هم الجيش الحكومي وليس الميليشيات. نعم. الجيش الحكومي إذا أيقنا وعرفنا وهي معروفة للجميع أن الجزء الأكبر من هذا الجيش وخاصة قياداته وضباطه هم ميليشيات مدمجة في الجيش ينبغي أن يسمى الأمر بمسمياته الحقيقية. نعم. الجيش الحكومي الآن هو عبارة عن أو أغلبه عبارة عن ميليشيات تلبس هذا الزي الحكومي وتقوم بأعمالها وفق أوامر ميليشياتها وليس وفق أوامر وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. وبالتالي من يقوم بهذا العمل ليست ميليشيات كما نقول عصابات تأتي خفية وتذهب، لكن هذا الجيش يقوم بهذه العمليات من القتل والتهجير والابتزاز عيانا جهارا في واضحة النهار. هذه مسألة مهمة، لذلك الجيش مشارك رئيسي بعملية التهجير والقتل.